77% من شبابنا اليوم في العمل العشوائي، رقم مفزع حاتم. مستقبل البلاد، روح البلاد عند لي جون. لي جون اليوم هذا شعطينا ما احنا في تونس ومنذ سنوات ومنذ عقود. تعرف شنو القصد بالعشوائي؟ معناه بريكير، معناه فما دي ما عادش فما لي سي دي اي براتيكمون، فما حتى شركه دخلك بكونترات، ومعناها فما كان لي سي دي دي، فما اللي يخدموا بك فريلانسر برشا بتيندا، معناها عالم عشوائي بلا عقود عمل. نوار معناه بلا عقود عمل. هو قال لك 23% عندهم عقود عمل، كانوا سي دي دي سي دي يقعد كونترا. داكور نحسب بريكير. لا لا 77% عشوائي، معناها عباد تسكرتك وذراعك كي علاف، دبر خدمه شهر جمعتين ست اشهر. الحاله الاقتصاديه نتاع البلاد تفسر هذا. الكريز اللي فريمون معناها خانقه، خاطر الكريز ماهيش توتال لكن خانقه برشا ميادين، وهذايا زاده نفهموه. فما حاجه زاده، فما عقليه العمل قاعده تتبدل، ونحن مازلنا ما تبدلناش. نحن كمواطنين الناس مازالت تجري على مسمار في حيط على الوظيفه العموميه. العباد والله اللي جن ما عادش ليه قلت لك نحكي لك على عقليه برشا يطمحوا يا رفيق. يا والله يا رفيق راه ما عندكش فكره توا. مثلا انا في العائله، في الناس اللي يقربوا لي، ولده يتخرج امان حاتم، شوف ترقى لي شي وظيفه لولدي في الاداره، معني اللي كل كلكو سؤال اللي شهريه قاره باش ينجم باش ينجم يخو بها الكريدي، باش ينجم هو مثلا يبني دار يزهز الجو هذاك الكل. مازالت العقليه موجوده راه بون. الشباب تقول انت تبدلت عقليته خاطر ينا بلو لو شوا. اش بك تعمل الشباب وتعمل هكا على روحك؟ شو مدخل؟ ليه انا هكا نحكي عليك. فايد يا روحك من الشباب انت خايف تقول احنا معناها. شباب انا رفيق، انا مازلت بريكير، انا باتيندا، انا نخدم نهاري كل نهار ونهار. حياتنا باتيندا. انا في الصيف، انا في الصيف نخلصش، انا في الصيف. تخلص انت في الصيف؟ خرج مشاكل. انت تخلص في الصيف؟ الو زيد وانت شاب احكي لي. انا شاب احكي لي. انت مثلا في مشروعك تخدم شباب؟ نخدم. قديش عندك في الافكتيف نتاعك؟ برشا رفيق. قد ايه بالحق؟ 45 50 موظف. موظف والكونترا نتاعهم كل سي دي، كل سي دي على بعضه. وين لي سالير؟ بين 3000 4000 بيفات. اي بيفات 40 متر نحكي. هما الكليونات معناها، هما هما. اما بربي باش نقول لك حاجه رفيق في الموضوع هذا، راهي العباد اليوم اخت اللي تخدم عشوائي، وهذا ظاهره قاعد نكتشف فيها البريود هذه. برشا محلات يا رفيق نحاول باتيندا ويخدموا مع باتيندا ويخدموا بنوا، خاطر يقول لك تحب ولا تكره الشارج نتاعو كان باش يخدم بطريقه قانونيه باتيندا ويخلص ويعمل السي ان اس اس وكل ما يخلطش، يدي على راسه ويخلص، يدي على يحترم القانون. نحكي لك برشا، خاطر تحب ولا تكره يقول لك فما حلين باش نخدم قانوني، ما عادش باش نخدم، باش نخدم عشوائي نخلط. وهذاك هو اللي قاعد صاير. في ملفات برشا ولا يسكر ويمشي في النوار يحل باج ويخدم على روحه يقول لك ما عادش نخلط. وين؟ كي تشوف النسبه هذيا 77% يخدموا في الاعمال العشوائيه وتلقى 21% في البطاله، ترجع انا في بالي الحكايه اللي حكيناها والموضوع اللي حليناه بخصوص المتقاعدين اللي يحبوا يزيدوهم عامين اخرين، معناه يزيدوا في سن التقاعد. شنو نعملوا لهم احنا هذوما؟ معناها على الاقل حل من الحلول انه العباد هذوما ابجل واولى انهم هما يخدموا. شباب يا اخي 77% منه في العمل العشوائي في النوار. الحاج يخدم عشوائي اليوم بلاش ضمان اجتماعي. الحاج عمل كارير، عمل كارير. اي كله في الفايده. اسمه اسمه كي جاوبك تو كونتراتو عشوائي نصر الحاج ولا الحاج ديما هذاك ولد كونتراتو عشوائي تدخلات عشوائيه كلها. هو تحكي على عشوائي باش ناخذ لك مثال ما فماش ما يسهل منه. قول لي تلقى في الحومه، في حومه في الحومتي انا المارشي يبيع، وخارج المارشي تلقى الناس كل نصابه ساعه لساعه. انا مثلا كانت عندي نصبه لدخل، نعطيك في مثال ناخذ على انا باش ما نقولوش شكون. لا عندي نصبه لدخل، جيب بين عشيه وضحى نجي نقول له يا منصف ايش بيك من نصب لبرا؟ يقول لي خويا الداخل بالفلوس لبرا بلاش. شفت ولا العشوائي دغى بشويه بشويه على المنظم، المنظم خاطرو يدفع وكذا وكنترول عليه هو بيدو راهو. تلقى عنده نصبة صغيرة لداخل ما تخدمش، هي بريسك ما تخدمش، عامل نصبة لبرا. هذا هو العشوائي اللي ماشي في تونس في كل المستويات وفي كل شيء. ومسكين الشباب نسمع ناس ما تكلمش. هو اليوم راهو برشا برشا شركات ما عادش تحب ترسم. اليوم يجي يعمل لك كونترا ويجي يخدم هكاكا
وفما برشا ناس زاد كيف كيف رفيق يقول لك انا اعطيني ندبر راسي معاش يا خويا، ما تحبش انتداب رسمي بكونترا ما غير كونترا، اعطيني باش نعيش. على خاطر اليوم تشوف العائلات المتوسطه واللي اقل من المتوسطه معاش حتى ابوه نجم يصرف عليه في وقت من الاوقات، يقول لك انا قريت وتعلمت وضيعت برشا وقت، اليوم ما عنديش مورد رزق، اعطيني نخدم باش ندخل حاجه باش نصرف مصروفي. فما برشا ناس تعيش فما زاده عقليه استغلاليه نتاع اصحاب مشاريع فما بنت تاع الشرب مع رؤوس الاموال. ما انا كي نعرف انا مثلا اليوم بانكا تخدم في عبيد 3 و4 سنين كونتراكتويل عن طريق بعض الشركات اللي توسط معناها المناولة. لا مش مناولة لا لا توسط كما صديقتنا اللي جت بحذانا في من باور وغيره كذا يخدموه مكاك وبعد 3 سنين مثلا نجم يقولوا لا أوركو أنت بانكا معناها سيبو معناها عندك الإمكانية باش تخلص العباد وباش تردوا تيتولير وغيره وغيره وغيره. فما عقلية متاع استغلال للظروف، يعرف الناس كل تلوج على خدمة يقول لك هذاك هو الموجود وأنا مروي. تعرف صديقتنا شيرين العايش قالت لكم خليوه الموضوع للوقت اللي جينا الاربعاء الجاي سي جاوبتك بالوقت هي ياسر تبع فينا كل يوم اخت شيرين. حاجه برك لازمك تفهم رفيق انه راهو علاش العباد تخدم في العشوائي، لانه زاد في وقت من الاوقات العشوائي يخلص اكثر من الكونتراكتويل. اليوم وقت اللي تلقى طفل ولا جون صغير يقول لك انا باش نخدم وراه كي نتحدثوا على عشوائي نتحدثوا على القطاع الموازي. زاده في القطاع الموازي ينجم النهار نتاعو يصور فيه 200 و250 دينار، يقول لك انا شملزني نمشي نخدم في قطاع منظم اللي نخدم شهر كامل في 40 و45 ساعة و48 ساعة باش نصور 600 و700 دينار. هو تخميم لوجيك محمود، فهمت ايه؟ اما المشكله انت تخاف عليه خاطر انت اليوم بنظره هكا تحلل بها الامور تعرف انه السيد هذاك ما نعرفش شنو باش نجم يصير له غدوه في حياته، لا التغطيه الاجتماعيه كي يطيح ما يداوي حتى حد ما يستعرف به حتى حد ما عنده حتى حاجه اللي قال يتعامل بها مع الدوله، ما ينجمش ياخذ قرض ما ينجمش يعمل دار ما ينجم يعمل حتى شيء. اليوم يعيش في النهار بنهار خاطر اليوم يصور في الكونترا مثلا 150 خير من 30,000 في شركه اما تو كنت فيه حتى شيء مو مضمون بالنسبه لي وهذا مفزع بالنسبه لي. اما راس المال ما عندوش عاطفه، راهو راس المال يتعامل مش كل حاجه نحكي لك عموما خاطر راس المال زاد يتعامل برشا حاجه ريت لا بريكاريتي اللي عند الخدامه، حتى راس المال عنده فورم دو بريكاريتي فما شيكات ترجع فما ناس عندها مشاريع لتو ما خلصت فيها معناها سا انغلوب تو هذيك هي الكريز وهذيك توت لا كونجونكتور تحكم وهي اللي تبدل حتى الكومبورتمون.